اقر مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسه معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى انضمام مملكه البحرين الى ثلاث اتفاقيات دوليه تتعلق بالمسؤوليه المدنيه عن الاضرار الناجمه عن التلوث وخلال الجلسه صوت المجلس باعاده مشروع قانون بشان تنظيم السياحه الى لجنه الخدمات لمزيد من الدراسه في حين وافق على توصيات لجنه الشؤون الخارجيه والدفاع والامن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بين حكومه مملكه البحرين وحكومه الجمهوريه التركيه بشان الخدمات الجويه وعلى تاجيل النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات